بداية أستاذ مشعل، شركة الطريق الصحيح هي شركة سعودية ناشئة تعمل في قطاع تنظيم الحشود بطرق علمية وتقنية مميزة، هي الأكثر طلباً داخل المملكة وأنت مؤسسها. كيف أو حدثنا عن انطلاقة أو عن وجود فكرة المشروع؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة ما كانت وليدة اللحظة، الفكرة كانت يعني سابقة. أنا كنت في الكشافة سابقاً خدمة الحجاج لمدة 9 سنوات، ما بعد ذلك شاركت في كثير من الأعمال التطوعية والأعمال التنظيمية، فكانت الفكرة يعني مستمرة معي أنه كيف ننتقل من أعمال تطوعية أو نفس القطاع الحشود إلى أعمال تجارية. فهي بدأت من كيف أنه فعلاً نبدأ ننفذها، والحمد لله انطلقنا. اليوم عمر الشركة 2 سنة. ما شاء الله. أستاذ مشعل، أبرز الخطوات اللي ساعدتكم في تنفيذ هالفكرة، بتقول إنها ما ولدت في اللحظة، يعني جاءت من اهتمامك ومن هوايتك أنت، فأبرز الخطوات اللي ساعدتكم في تنفيذ هالفكرة. في البداية زي أي رائد أعمال، أنا سبق المشروع هذا مشروع كان خاسر، مشروع حلويات ما كنت لاقي نفسي فيه، ف يعني كثير من الدروس والتجارب أخذتها في المشروع الأول. أثناء الانطلاقة في مشروع الطريق الصحيح كان واضح لي معالم المشروع، وكان واضح أنه توجه المملكة العربية السعودية الآن في دعم جميع القطاعات، في حراك قوي فيها، فوين ما التفتنا نحصل فرص ونلقى فرص. ف يعني تحديدا قطاع إدارة الحشود ما زال في فرص لم تستغل، فاحنا حبينا نركز على هالجانب انه كيف ندخل فيه ونعطي يعني منتجات او خدمات جديده تغير من او تنظم من القطاع هذا. ما شاء الله عليك. كذلك ما اقطع كلامك عبد العزيز، مساله انه الحشود وقطاع اداره الحشود الان يشهد يعني اقبال كبير جدا في المملكه العربيه السعوديه واهتمام كبير جدا نظرا لاقامه الكثير من الفعاليات والندوات والمؤتمرات في المملكه. اكيد. ومثل ما ذكرت مشعل، شركه الطريق الصحيح يعني حتى الفكره من البدايه، يعني انتقالكم من مشروع الاول اللي هو مشروع الحلويات مثل ما ذكرت الى المشروع الثاني، اكيد انه كان عندك فكره عن السوق وكيف كانت طبيعة العمل بالضبط فيه. اسلم، عندك مداخلة؟ الفكرة كانت إدارة الحشود أو الأعمال التنظيمية هذه، كيف ندير الحشود، هي كانت تحدي أنه كيف تنقلها من أعمال خلينا نقول تطوعية إلى أعمال تجارية. وممكن كثير يتساءل من غير مقطوع والدك أنه كيف من الحلويات إلى التنظيم، هل في يعني رابط؟ ما في أي رابط. الحلويات كان بسم الله بداية، يعني لا ما كان له سبب الاختيار أو أي كان، لكن إدارة الحشود هو اللي يعني يوم دخلت الحلويات ما كنت أعرف أنه كيف ننفذ من إدارة الحشود مشروع تجاري أو شركة تجارية كاملة. مميز جدا، وكذلك مسألة التعلم من الخطأ في المشروع الأول بالضبط. وكذلك البداية القوية ما شاء الله. أكيد.